في بداية الحلقة اتكلمنا مع حضراتكم عن ملف مهم جدا، وهو ملف التغيرات المناخية وتحديدا كمان تأثيرها على المحاصيل الزراعية. مركز المناخ أعلن عن بداية فترة التحول المناخي الثالث صيف خريف، واللي بيشهد بداية انكسار في الطاقة الحرارية في النهار وزيادة فرق حرارة الليل، وتم إصدار بالفعل توجيهات جديدة للمزارعين للحفاظ على الزراعات الجديدة والمحاصيل. عايزين نعرف تفاصيل اكتر، معانا على التليفون دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه. صباح الخير عليك يا دكتور محمد. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذه جمال، اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بيك. الفتره الحاليه من تغيرات الجو، في انخفاض في درجات الحراره، ايه النصايح اللي بتوجهها للمزارعين في هذه الفتره؟ طبعا زي ما حضرتك قلت في المقدمه بالظبط، احنا دخلنا في فتره مناخيه مغايرة تماما. صحيح أنا لسه في فصل الصيف، لأن أنا في بداية الربع الأخير من فصل الصيف في مصر، يعني الأجواء بتؤهل تدريجيا للدخول لفصل الخريف. طبعا يعني مع المواعيد الفلكية لنهاية وبداية الفصول، اللي هو المفروض أن الصيف هينتهي رسميا في مصر في 21 سبتمبر، يعني أقل من شهر إن شاء الله، يعني تقريبا حاجة وعشرين يوم ويبدأ الخريف. ولكن طبعا مع أو تحت ظروف تغير المناخ، التغير المناخ لا يعترف بهذه المواعيد للأسف الشديد، فمتوقع كمان أن يستمر المناوشات الصيف. ما زال منخفض الهند الموسمي متمدد نوعا ما، ولكن الفترة الجاية هيبقى فيها يعني شكل مختلف يمكن نوعا ما عما يحدث الآن، في أن دلوقتي ما فيش غير فقط مظهر واحد اللي قدامنا، صيف حار، نهار حار فقط لغير. بعد كده هنبتدي يحصل منخفض الهند الموسمي، يتراجع نوعا ما، ويبتدي بقى يظهر عندنا مرتفع جوي اسمه مرتفع العروض الوسطى، وده مهم قوي بالمناسبه لانه مرتبط بمرتفع كبير فوق المدن، فوق القاهره الكبرى على سبيل المثال، وده اللي بيعمل حاجه مهمه بتحصل في الوقت ده من السنه، بعيد عن الزراعه شويه بس بتحصل، ان بيجذب الهواء من الاطراف، اطراف القاهره الكبرى على سبيل المثال، ويرميها جوه المدينه. وده اللي بيحصل، ان لو في اي اتربه او غبار او ادخنه او ملوثات موجوده في محيط القاهره الكبرى او حتى في المحافظات القريبه، يبتدي الناس تحس اخر النهار او بدايه الليل ان في كده يعني زي دخان بسيط في الجو، او ان في اثار لبعض الاتربه او الملوثات. عشان كده الدوله كانت مهتمه جدا بالمناسبه خلال الفترات اللي فاتت انها تقضي على مصادر الأدخنة والملوثات، وأهمها طبعا قش الرز وحرق القمامة اللي موجودة في الأجواء. فده الشكل العام للفترة اللي جاية. طبعا يبتدي يحصل انخفاض وانكسار للحرارة في أطراف اليوم، يعني على آخر النهار وبدايات الليل وفي الصباح الباكر، هنبتدي يعني الفترة الجاية نحس بإن في لسعة برد أو شبه لسعة برد بسيطة عن الفترة دي، وبالتالي في فرق كبير ما بين حرارة الليل والنهار خلاص الفترة الجاية. وده بقى اللي بيعرض الناس أحيانا، اللي بيأخر بالليل قوي او اللي بيعمله تستلزم وجوده في الصباح الباكر بطبيعه اللبس بتاعه النهار، انه يعرضوا الموضوع لنزلات البرد فيخلوا بالهم. اما على مستوى الزراعه، وده نقطه مهمه جدا، انا في سره الموسم الزراعي، انا في نهايه شهر مصر، والناس والمزارعين وحضراتكم طبعا بتتابعوا معانا ان الشهور القبطيه المصريه القديمه شهور مرتبطه بالزراعه وبالمناخ. فنهايه شهر مصر يعني شويتين وهيبدا شهر توت. شهر توت يصنف في مصر على انه بدايه السنه الزراعيه الجديده، اللي هي بيبدا يوم 9/9 اللي هو عيد الفلاح، او 10/9. طب يا فندم، يعني حاليا، يعني حاليا زي ما حضرتك تتحدث انه في يمكن اختلاف او في تغير في الخريطه المناخيه بشكل عام، هل في زراعات او محاصيل معينه ممكن تكون تضررت، او حتى في محاصيل معينه يجب الاعتناء بيها، او يجب انه يكون في طريقه مختلفة للتعامل معها للحفاظ عليها نظرا طبعا لتغير المناخ؟ وده السؤال اللي المزارعين بيستنوه دايما ويحبوا يتبعوه بالمناسبة. طبعا يعني انا عندي دلوقتي المحاصيل الصيفية الموجودة، انا عندي اهم محصول طبعا هو محصول الرز، ودي مساحات كبيرة، وعندي الذرة المتأخرة، وعندي طبعا محصول الصويا والسمسم والفول السوداني والمحاصيل دي، والخضر الصيفية المشتولة. الاجواء الحارة اللي ما زالت حارة بتأثر على هذه المحاصيل نوعا ما، وبالتالي مهم حاجتين جدا للمزارعين ياخدوا بالهم منه. اول حاجه ان الري يتقرب، يعني برضو ما مربوطش الموضوع بنهايه مصر، نهايه مصر الجو بيخف كان زمان، دلوقتي ما زال الصيف موجود، فما زلت احافظ على مناوبات الري اللي كانت في شهر ابيب اللي من شهر،
النقطة الثانية أضيف مركبات التحجيم، لأن معظم هذه المحاصيل تحجيم الحبوب أو اللوز بتاع القطن أو غيره أو غيره بيتأثر، وبالتالي مركبات البوتاسيوم مهمة جدا للاثنين. الحاجة الثالثة إن أجواء التذبذبات الحرارية بتكون مناسبة للحشرات والأمراض، فلازم يبقى في فحص دقيق جدا لزراعاتي، وأول ما يظهر أي مرض أو حشرة أتعامل معاه فورا وما أعتمدش على الخبرات إن الوقت ده مش وقت حشرات والأمراض، لا خلاص الموضوع ده انتهى. ده للمحاصيل المنزرعة. المحاصيل الجديدة وهي المهم بقى، لأن أنا داخل خلاص السنة الزراعية الجديدة، فعندي مجموعة من المحاصيل مهمة جدا السوق المصري كمان، وعلى راسهم البطاطس النيلي. البطاطس بدأت تزرع فعليا في المنيا، وبدأت تزرع في بعض المناطق الدلتا. أنا لا أنصح المزارعين في ظل هذه الأجواء باستعجال الزراعة، لأن الأجواء ما زالت حارة جدا، وممكن يحصل غياب للجور أو إن قطع التقاوي يحصل لها عفن ويحصل لها مشكلة. البندر والعروة الأولى. طب بس ثانية واحدة يا فندم، بس إيه أفضل وقت لزراعة البطاطس بما إن حضرتك لا تنصح بزراعة الوقت؟ أفضل وقت هو في خلال الاسبوع القادم. ده وقت مناسب جدا، هيبقى هتطمن ان حجم الصهد الموجود بالنهار، ان درجات الحراره بدا يحصل لها انكسار، حتى لو ما حصلش في وسط النهار انكسار جامد فيحدث في الاطراف، فهيقل تاثير الحراره اللي كان مستمر. ده بالنسبه للبطاطس. البنجر العروه الاولى، بنجر السكر، وده محصول استراتيجي لصناعه السكر في مصر، مهم جدا ابتدي ازرعه الاسبوع اللي جاي. معايا بقى محاصيل كمان على الخط، معايا الفراوله، ومعايا الفاصوليا البيضة، ومعايا الخرشوف، ومعايا المشات البصل في سوهاج، ومعايا الثوم بيبتدي يزرع. كل المحاصيل دي هنبتدي نجهز الارض فعليا. وانا بنصح كل اهالينا المزارعين باهميه وضع الكبريت الزراعي مع تجهيز التربه، وبالذات الفتره دي عشان التذبذبات الموجوده. كل الاجراءات اللي احنا بنقول عليها دي اجراءات لها تستهدف الحد من تاثير التقلبات، لان متوقع ان يكون الخريف كمان متقلب في امطار مبكره. الحاجات دي كلها مهمه جدا للمزارع المصري. كل الشكر لحضرتك دكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، على هذه النصائح اللي اكيد بتوجهها طبعا للمزارعين والفلاحين، واكيد في وسائل تواصل مختلفه ما بينكم وما بين المزارعين لتجنب طبعا التعرض لارتفاع درجات الحراره بالنسبه طبعا لمحاصيلهم الزراعيه، لاتباع طرق الري الحديثة أو ري بالتنقيط، أو الري ما يكونش بالغمر، ما يكونش في فترة الحرارة المرتفعة، لأن ده كل ده ليه تأثير كبير جدا على النباتات والمحاصيل الزراعية.